السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحه جيده. اليوم غنشارك معكم واحد الفطائر يا البنات اللي تيجيو رائعين، تيجيو غزالين بدون بيض وصحيين، وغادي يعجبكم ويعجبوا العائله ديالكم. ما عليكم غير تتابعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، غتحصلوا على واحد النتيجه مرضيه يا البنات، غزاله تبارك الله تيشهيو. ونزينهم بالعسل، زينهم نتوما باش كيف تشهيتهم نتوما تيجيو فنين بحال شكل البيني، تيجيو هشاش وخفاف وبالمكونات اللي فيهم. غير تابعوا الفيديو وما تنساوش اللايك وما تنساوش ليا شي تعليق، الله يجازيكم بخير وغتشكروني عليهم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. نقطع لكم اول كما ملفم انا وياكم، نقطعهم لكم. شوفوا البنات والله الا ما نقولش لكم تيجيو فنين فنين فنين، تيذوب في الفم. انا درتهم الكاسكروت وكنت مزروبه ما شجلتش معكم مزيان. ندوزوا للطريقه والمكونات. على بركه الله الاخوات، هنا عندي 400 غرام ديال الدقيق الابيض اللي غربلتها من قبل، ودرتها في هذا المول ديال العجانه. هنا البنات واللي بغى يعجن بيدو يعجن بيدو عادي. وهنا الاخوات المكونات، معلقه ديال السكر، حبيبات سنيده. هنا الاخوات الا كثرتو غيتشوط لكم الفطائر، نديروا معلقه، واللي بغى يدير جوج يدير جوج. معلقه ديال الخميره حبيبات، الملح على حسب الذوق، ثلاثه المعالق ديال النيدو. علاش نديروا ثلاثه المعالق ديال النيدو؟ كيعطيوها واحد الرطوبه والهشاشه لهذوك الفطائر، تيجيو غزالين. معلقه ديال النشا، مايزينا الذره، ومعلقه ديال الزبده تكون عامره مزيان، الزبده ديال الباطا ديال الباطا ولا الزبده ديال الاكل تكون ماشي ديال التوريق. صافي هادو هما المكونات الاخوات، وشاشي ديال الفاني. وهنا كناخذ واحد 8 غرام ديال الخميره اللي ديرو، عندي فيها 15 غرام. ها هي شفتوها، غادي ناخذ انا غير 8 غرام. صافي هنا البنات غادي نعاود نجيب هنا باش ندير المكونات كامله. غندير النشا هو الاول، شفتوا الاخوات. هنا غندير السكر حبيبات، وهنا غندير حداها الخميره مع السكر حبيبات باش تفاعل. هنا البنات غادي ندير ثلاثه معالق ديال النيدو، تاهما هما الزبده هي الاخرى. غادي ندير الملح في الجنب جوانب، وغندير الفاني باش غادي نسم الفاني. تاعي واحد الفاني البنات عندكم حتى جوج شاشيات، ديروا جوج حتى بقى ما مشيش الليدن باش نتقطع الفاني في الليدن زوين. كاين الخميره اللي تكون فيها الفاني كما قلت لكم، هنايا خميره الحلوى ولا البودر. غادي ناخذ غير 8 غرام، علاش ما مشيتش عند بزاف مغربي تجيب ديك الشاشيه ديال المغرب، 8 غرام تكون عابره راسها. نتوما عبر الميزان، انا راه عندي ميزان عارفه اشنو تندير. صافي هنا كلشي المكونات، وغادي ندير كاس الماء البنات، ونص كاس غادي نبقى نزيدو بشويه بشويه نحصلوا على العجين اللي بغينا. نعلي لكم الكاميرا باش تشوفوا. هنا كاس الماء دافي، الماء يكون دافي. صافي غادي نبدا نعجن بشويه بشويه. هذا كاس الماء هو اللي بدا صافي. هنا الكاس الثاني غنزيد غير النص ديالو، غنزيد الكاس الثاني. خليكم خذو بشويه بشويه. اخوات انا وقفت، درت جوج كيسان ديال الماء. البنات بقيت نزيد نزيد جوج كيسان ديال الماء اللي خدات ليا. صافي دابا غندلكها مزيان باش تلاقاو باش نديرو الزبده ان شاء الله. صافي وقفت البنات، عجنت مزيان ما شاء الله. دابا غندير معلقه ديال الزبده ونخليها تدلك مزيان بعد ما طلقات الزبده. صافي ونخليها حتى هي تتجانس ليا مع العجين، ويخليكم معايا باش تحصلوا على الفطائر اللي حصلت عليها. الناس هي الكاس مزيان، نهبط هذا نهبط الزوائد. صافي هنا الاخوات القوام خصو يكون بحال هكا، ما يكونش رخوي بزاف وما يكونش قاسح بزاف باش يجيونا الفطائر رطبين وزوينين. صافي غنغطيهم نخليهم حتى يقطعوا في الحجم ديالهم مزيان. ندير عليهم منديل ونخليهم حتى يضعف الحجم ديالهم ونعرفهم اختامره. صافي نتلاقاو ان شاء الله. صافي هنا الاخوات العجينه اختامرات،
وضعف الحجم ديالها. ها نتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله القوام ديالها. صافي غنهبطها ونحيد منها الهواء ونجمعها. صافي هبطتها ولميتها بحال كل البنات على هاد الطريقه. صافي غنقطع منها الكويرات الحجم اللي بغيتها هنايا. عجينة في نفس الوقت تكون رخوة وفي نفس الوقت قابطة في راسها. كمية قليلة باش تجربوها وتعجبكم. وك الساعة الواحد تضاعف الكمية، هو الحجم اللي بغاه هو على حسب الأفراد ديالو تضاعف الكمية. أنا كنعطيكم غير كمية قليلة باش كلشي نوض يجربهم ويديرهم إن شاء الله. صافي هنا الاول بتوما البنات درتهم، هانتوما يمكن لكم ديروا غير خمسة يمكن لكم ديروا ستة، أنا مبغاش نكبرهم بزاف. نتوما الحجم اللي ترتاحوا فيه هو اللي ديروا، المهم الشكل ديالهم صغير تيجي زوين، كبايبر تيجي زوين. غنخليهم يرتاحوا شوية وندوز نقرص. صافي هنا الأخوات أنا غادي نسرع التبصار، غندير المدلك تسهل ليا الطريقة. هانتوما يمكن لكم تبسطهم غير بيديكم مكاين ليهم حتى إشكال. ساهلين هانتوما شتو رطيبين زوينين غزالين. هانتوما شتو راه يمكن لكم تقرصهم حتى باليد. صافي تندير في ورق الزبدة، ممكن لكم ديرو في ورق الزبدة غير ديرو الزيت ديالكم ترشو بشوية دقيق ضروري البنات حيت هومايا رطيبين بزاف. بحال الخبز عادي شتو هانتوما شتو هما تيكونو طيبين مزيان. صافي تنديرو هنا هما تبارك الله ما شاء الله خامرين من دابا تبارك الله ما شاء الله. صافي هانتوما شتو صافي حتى نكمل الكمية اللي عندي. صافي هنا الأخوات هانتوما شتو غنخليهم يختامرو وتعاونو بشوية دقيق ماشي بزاف. المهم أنا كاع داك الزوائد اللي فوق غنشيتهم بالشيتة باش متبقى فيهم حتى حاجة ونغطيهم نخليهم يختامروا، ومن يختامروا نتلاقاو ان شاء الله من نبغى نطيبهم. هنا الاخوات ها هو اختامر، ها هو الشو ها هو اختامر، ها هو الشو ولا تيتبون با. صافي غندير الزيت في المقلة ونشعل عليه باش غنبدا نطيب فيه. صافي هنا البنات راه الزيت سخن وهنا البنات راه تيزول بسهولة من الكاغيط، وغنوريكم حتى اللي بلا كاغيط على حساب البنات المبتدئات ما تخافوا لا تحرقوا لا والو. وهنا البنات اي ما حاجه عندكم ديروا بها تقيبه من الوصف بحال هكا باش ما يتنفخش لينا الخامه ديالنا يبقاو ما يتنفخوش لينا. وانتم تبارك الله باش عارفوا راه العجينه ناجحه 100%. وانا تنتقف فيها ملي تتلاقى ليا التقيبه صافي نخليها على عافيه مهيله. صافي الاخوات ربك تحمر الاخوات. صافي انا غادي نهزها باش نقلبها. هانتوما قليت هو راه ساهل كما قلت لكم وغنحيد ورق الزبده باش تحيد بسهوله. هانتوما صافي نخليها تكمل الطياب ديالها. البنات مكانتش الكاميرا صحبتها خدامه هانتوما تبارك الله ما شاء الله والعافيه. دابا غنحوسها مهيله وغنستمر معاكم في القلي ديال هاد الفطائر اللي تيجيو غزالين تبارك الله ما شاء الله. ايوا غنعاود معاكم الفطائر البنات كما قلت لكم. صافي وكندير هاد الدقيبه الوص هنايا ها هي شفتوها ونخليها شكرا بنتي. انتم هنا الكاغوط تيتحيد بسهوله شفتوه واش. صافي هنا الاخوات نقلبها كانت تعاونوا بيديكم حقكم تقلبوا ساهل ولكن راه تيجي رائع تبارك الله ما شاء الله كيجي فن الاخوات تيجي رائع 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 يعني كامل. هذه ما حمرتهاش بزاف حتى بغيتو تسخنو تيسخن بسهوله. صافي بقى ليكم معايا حتى يسالي الفيديو ان شاء الله. صافي هنا بعد ما ساليت الفطائر ديالي تيجيو غزالين الاخوات والله الا تيجيو طوب ما شاء الله. نبغيكم تجربوهم ويعجبوكم ويعجبوا الافراد ديالكم غزالين ويحمروا لكم وجهكم مع العائله ومع الضياف تبارك الله. انتم الست الوحدات غزاله تبارك الله ما شاء الله. وهذه يعني ما حمرتهاش عندي ديك القلايه الهوائيه من بعد نديرها فيها ونحمرها تيجي زوين مجربه ومجربه. وصافي البنات هذه هي الطريقه ديالته نتمنى من الله يعجبكم وما راه ناجحين 100%. ما تنسونيش من لايك ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وشكرا لكم وبالسلامه عليكم.